تفضل. ايه ده؟ انت شكلك تعبان. انت كويس؟ لا مش كويس. مش كويس خالص. انا تعبان. بقالي سنتين مبطل بس رجعت تاني. انتكاسة. ايوه انتكاسة. تعرف ان الانتكاسة دي اخطر من المرض؟ عارف. انا بيتي اتخرب وفلوسي كلها رايحه على الموضوع ده. حتى مراتي اخدت العيله وسابتني. ما بقتش اقعد مع الناس. بقيت اقعد لوحدي. تعرف حضرتك انا بستنى لما كل الناس تنام عشان ابقى براحتي. غلط. لازم تبقى محاط بالناس عشان تقدر تقاوم. لازم تقوي ارادتك. مش قادر. مش عارف امنع نفسي. بقت خلاص بتجري في دمي. لازم تقوى. بلاش الضعف ده. مش عشانك انت، عشان عيالك حتى، وعشان ترجع لحياتك العمليه. لا يا دكتور انا بحاول. بقعد اكل سلطه وفاكهه وبسلى كمان بلب وسداني، لكن مفيش فايده. مفيش فايده خالص. انا تعبت لدرجه اني ما بقدرش امشي من غيرها. انت هتعمل ايه يا مجنون؟ هتعمل ايه؟ اعل لازم تقوم. ايه ده؟ المكرونه بتجري في دمي. مكرونه؟ ها؟ حلوه قوي. بقول لك معكش علبه تانيه ليا؟ فراخ بالكارثه. ربنا يخليك. عيش. ده هو ده النوع اللي انا مدمنه. اديني الميه دي. هات كوبايه فاضيه يا صلاح.